انتم كتشوف اخوتي العزاز. السلام عليكم اخوتي العزاز، بقيتم مزيانين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير اخوتي العزاز. كما كتشوفوا اليوم انتم كتشوفوا بن يسرى ومين يسرى تهجموا علي، يدخلوا عليا للدار، داو لي مارتي. ما عرفتش انا اخوتي هادشي هذا، ما عرفتش ما عرفتش انا نقول لكم اخوتي. حاولوا جابوا هذا الدار، ما قد جابوا هذا الدار دي دابا. هذا علاش ما تهداش؟ قاتش انا هذا ما نهدر، انا دابا الوالد يجي يهزوا لي مرتي يدي، وهذا شنو زعما؟ ماشي ولما منكر، هذا شهدت عليها شهدت نهائي. عليها قهوه كومبلي، شهدت عليها باش يعرف عليها بان ربها اللي تتفرج فيا ولا مو، شهدت عليها قهوه كومبلي. ما تسلمني حتى لعبه، الحمد لله انا مرتي باغياني وانا باغيها، والحمد لله ما خصنا خير انا وياها. وباجي انت تفرض عليا شي فرض ديالك، راه ما كاينش، ما كاينش شي واحد كيفرض عليا، نقولها لك. وجابوا هذا انت يا جنتك بلسان، بغيتي بنتك انت ديتي بنتك صافي، حنا ديتي بنتك دابا. اوكي ما سمعت شي واحد، الله ما سمعت شي واحد، واش كتقول لها ما سمعت شي واحد بالله العظيم. ياخذ الحق في بواها، ما انت البنت ما باغيش تمشي مع بواها، ياخذ الحق في بواها. وهاد النهار يجي يدوها بالسيف، البنت داينها بالسيف ما باغيش تمشي، وجارينها بالسيف داينها. حنا شهدنا عليها الناس، والناس اخوتي هما حتى انا بغيتهم يجيبهم دابا يهضروا في اللايف، يهضروا في اللايف. داين البنت مسكينه ما ما باغيش تبكيش، تمشي جمع لي تمشي. راسك صافي صافي، سال دينا ياك دابا. نشوف، السلام عليكم، صافي سالينا سالينا مالك. احنا اخوتي البارح حبسناها من القناة، قلنا السلام للبنت عليكم المتتبعين ديالنا، تبارك الله عليكم، شنو لكم عواش مبروكة جميعا. ولكن حنا راه علينا كحله والله العظيم، ما نقولكش صدمنا هذا الصباح، هذا مع من 10 العشرة الصباح، جايين. من 10 الصباح حنا باقي ناعسين والله، مازال ما نضناش. هي مسكينة براسها، انا وضوها من البيت، راه نضت من بيت انا وضوها، كلشي باقي الساعة 10 الصباح، راه باقي ناعسين. انا سحبني السيد جيت، انا سلمت عليه وقعدت شويه، قال لبنته بنتي نوضي يا الجمال. قالك السي طب حنا قلت له هذا، قالك حنا لا انا غادي طالعين. والله الا خارج، زعما نجي نتسخر وداك الشيء. قالك اجا السيد طيب جلس، قالك انا جيت ندي بنتي تروح. قلت له لا مالها، شنو مال بنتك مالها تروح؟ قلت له شنو وقع؟ قالك البارح في اللايف كي يهضروا عليها وداك الشيء، وانا بنتي ما مالفاش في اليوتيوب. قلت له اليوتيوب انا ما بينتش بنتك انايا، راه هي انت براسك قلت لي انا نهارك انا النهار قلت الاول اول نهار راك بينتيها معايا وانت قاعد معايا في الكاغيط، وانا ما قلتكش نبينها، وهي اللي بغات تبان مع راجلها، وها هي جالسه حدايا. قالت له لا انا اللي بنت راسي، هو جالس كي تشوف فيه. قالت له انا اللي بغيت نبان با. والبارح انني قررت في النهار اللايف ديالي انا ما غاديش تبقى تبان، وهي تقليت في رقبتها، وانني البارح حلفت ما يبانوش، وبقات كترغبني هي لا العربي كان ولا ما كانش. قلت له ما تبانش، قال لي لا با خليها، غير خليها تبان. قالت لها ربنا سيدي، قالت لي غير خليها غنبان. ودارت معكم اللايف البارح، شفتوا اللايف بعينكم البارح، احنا ما بغيناش نجلسوا حتى مع اللايف شفتوه البارح بعينكم، البنت ان البنت بخير وعلى خير، ما كاين حتى شي حاجه. وراه هضرت ووضحت لكم كاملين، الحمد لله كان توضيح البارح، الحمد لله البارح البنت راه عطاتكم ما يفيد ما عندها. واخا هي ما هضرتش مزيان، لك راه هضرت انا قلت لها ما غاديش تباني. قلت لي لا سيدي، بقات كترغبني في الكوزينه ليه؟ قلت لها سيري براسك. الصباح كنت نتفاجئ ان نسيت هو علينا، حنا صحابي راه جاي اليوم عندنا النهار ديال التالي ديال رمضان، يجي عشرو يتغدوا معانا وهداك الشيء ويمشي في حالاته. حتى تنسلو جا وقال لبنته، قال نوضي جميع حويجاتك، قال نوضي جميع حويجاتك. قلت له كيفاش؟ قال لي غنجمع حويجات غندوي ترتاح شي شويه. قلت له خيار غندوي ترتاح شي شويه. هذيك البنت اخوتي ما نكذبوش ونقولوا شي انا حاجه، عمرها مسكينه ما لحقتني في شي حاجه عمرها ما بصراحه، هي حرقتنا، عمرها ما قالت كلمه ضعيفه، احنا عمرها كذابين. ما حرقتني بصراحه، ما غاديش نظلمها ابدا. ولكن شي حوايج
شي كيبقاو بينا. ما باغياش اخوتي راه شهدنا عليها حتى دابا. ولكن شي حوايج ما نقولهم دابا حتى الا خرجوا والديها بشي حاجه. انا كنعطيكو اوتونسيون، تخرج بشي لعب برا ما نعقلش عليك، ما نعقل عليك لا انت لا بنتك. باش نقول لك اوتونسيون تجي دير معايا انا شي حاجه راني نخرج نقول كلشي. والله تنقول كلشي. الله هذيك البنت كانت اخويا. والله تنقول كلشي. نتوما حاضين غير مريم يتو كتمدح فيها وما كتمدحش اليسرى. راه اللي كدير اليسرى راه ما كديروليش انا اللي بنتها. الله ياخذ فيكم الحق يا صحاب التعليق السلبيه. الله يعطيكم شي ثلاثه. كتقولوا الله ياخذ فيكم الحق. طيب وفي مريم. شاد المكه ديالي كامل. الله ياخذ فيكم في الحق وفي وليداتكم. انا ما كندير لها حتى شي حاجه ولا كنت كندير لها شي حاجه. انا كنعطيها تهدر تخرج. دابا انتم ربي فلكتكم العشا انتم عقلوا عليها انا في قلتها لكم دموعي والله ما ينزلوا. ومن القلب ديالي كنقولها خالصا الله ياخذ فيكم الحق. هما تيتفرجوا الله ياخذ فيكم الحق يا تعال. با ما قال لا حتى حاجه قال لي هضري دافعي على راسك. با ما قال لا حتى شي حاجه. البنت ما باغاش تمشي والديها تدينها بالسيف عليها. شنو هذا الشيء هذا ماشي منكر. قال لك علاش نقول لها انا مبكمه. البكمه قال لك كتقلب غير الحيوان حشاكم. مبكمه. انا قلت لك كتهضري مبكمه. انا براسي قلت قولي لي. تهضري هاد البكمه عادي حنا عندنا ماشي شي حاجه تنوو فيها هما اللي نوو فيها داك الشيء. ولكن الله ياخذ الحق فواه هما تما. الله يجعل النوبه على والديها. امها الصراحه امها ما بغاتش. والله ما جات مسكينه وقاعده مبكمه. والله عمر ربها اللي دار كل شيء وهذا الشيء كامل ما كانش كيسحبني غير وقع في عمر. ما كانش كيسحبني غير وقع في هذا الشيء هذا. ما كانش كيسحبني ان غيكون في هذا الشيء هذا. كان كيبان لي فيه واحد الرجل فيه امثال كبيره. ولكن ما صدقنيش اليوم. اليوم فاجئني ولكن دا بنتو هذيك بنتو انا شهدت لينا في القهوة ان دا بنت عروسي خرجها من الدار. خير شوية شوف اخوتي بالعامة نقول لكم الحباب ديالي تتقول له اخت راهي طو تتمدح. انا اي واحد تهضر فيا تنخلي له الله. خليك خويا واشر هذه واشر كم الله كندعيهم راه ما بقى من النهار. إذا كنت يا ربي تندير لها شي حاجة نفضلها هي نفضلها على بنتي. والله العظيم الله جاد عليا هلي صايم نبدا نعاون وليداتي ولعواشر هادي الى الى نفضلها على مريم. اش تمك يا امك انا عندي هاد العيال بحال هادو تمشي مرا ونجيب مرا وانا ما تنخافش انا مثل شي واحد ام ما تمكيش انا عندي تمشي مرا نضرب امها بمرا دابا وعندك ما تقاتش بيها ما بقاتش دابا تقول لي انا نولي نرجع ندخل الدار انا ما توليش تدخل عليا انا قلتها والله لا ولات دخلت عليا شوف بالحرام انا ما بقى فيا شي بالحرام لا ولات دخلت عليا راه كتهرج فيا بالحرام لو دخلت عليا دخلت انا ما بقاش نرجع سالينا بجي انت تفرض علي ديري مرسي سالينا يا بنت كتبقى عندك عندك الدم لك هي تبقى عندك قلت شوف بنيتي التعاليق هكا قلتها لك قلت لها خوتي شوف بنيتي التعاليق اللي بقاو تيقال يضروك وانت عاد باقا كي قال هذا طلع داك الولد ولا بنت طلعيهم مراد كرشك ما تبقاش بنيتي تباني الله يرحمها. حنا التليفون ما بغيتش نشريو على هذاك التعاليق تقيل تقرا هي تهز التليفون ديالها تهز راجلها وكتقول لك هذا هو علاش انا ما بغيتش نشري لها التليفون شنو حرت التليفون نشري لها حد نشري لها في التليفون انا شحال كيدير التليفون 1000 درهم 1500 ويا اختي كما كتقولوا ما عندوش الحق يديها لان هي كون تفاجئنا قلت لك تفاجئنا راجلها ما تخرجش لا حتى هي راه ما باغياش بنيتي انا شوف خوتي العجاز انا باش كنت خارج دايها بها امها واختها ما باغيش لحقت انا بوه هي باغا ترجع وما تيقول لها زيدي ما خلاها والله العظيم الا جربت شهدت عليها قهوه كومبلي قهوه عامره شهدتها انتم شوف قدامو تيسمعني بوه تيطول موراي انتم مش داي لي مارتي شوف باش تعرف راسك راه قهوه كومبلي مشهده عليك تيشوفو قهوه عامره البنت اخوتي شوفو ما كي قال بنادم اليوم الدنيا وغدا الاخره البنت ما باغياش تمشي راه بوه ماما العمر تكرجها تتقبطت بيا بوه وديتها وهذيك البت عمرها ما سمعت عيبها عمرها ما سمعت عيبها ما تتحملنيش نبكي كنا خايبين تبكي علينا امك تبكي علينا امك تقى والله تقى والله واش كلمه طيبه ولا سكت والله اللي تيقول اللي تيقول الزود عزم الله علاش كتبكي يجي ويشوفوني ويجمع عزلها هي باقا بالحياه ماشي ماتت دير لايف وتخرج وتقول ما تكوزاش انت رجعها ما تبقاش بان والله ما ترجع اخوتي المشاي والله اخوتي البارح شردت عليها قلت شوف بنيتي انا البارح قررت ما تبانش البارح قررت ما تبانش عندي نهائيا باش دات ري والديها وما داتش ري انا قال لك انت باش دخلت تجمع حوايج قلت لها واش تمشي قالت لي انتوما اللي بينتوا قالت لي تشوف فيا بانت الراس هي مالي قال لها اقسم بالله وراه شهدوها والديها دابا قدام والديها قالت لهم انا اللي بنت راسي قلت عمري انا بينتك قالت لي لا سيدي انا بنت راسي لا احنا ما يمكنش نشوفوا باش نقول لكم اخوتي اسمعني اسمعني باش نقول لكم واحد الهضره سكتي امي سكتي باش عرفوني انا ولد الناس باش نقول لكم واحد لوزيس ديال واحد الهضره اللي نقولها لكم كون ما كنتش انا ولد الناس ووالدينا اللي عمر لهم الدار تقولوا ما خصنيش نقول هذه الهضره ولكن انت اللي خرجوا عاد نقولها لكم شنو هي اخوتي العزيز
باش تعرفوا حنا ولاد ماشي ولاد الحرام ولاد الحلال. ما تنبغوش البنادم شي حاجه ما كنبغوش ما تعرفوناش ما تعرفوش هاد العائله كي داير ما تعرفوهاش. خا نعيا نقول لكم تقولوا هاد العائله خايبه راه كاتب حويجات في صدره ولكن استمعوا كاتب شي حويجات كاتب شي حويجات ولكن ربي اللي تيقول يقول تمز الله ياخذ العقل يجي ويزالوا عليا هنايا هاد بوالي جاي دابا داير حجه وديلي مارسي ولكن ربي كبير حنين ايت الله اللي حرم هذيك البنت ايت الله والنار والعواش هادي علاش هذيك البنت مسكينه مازال انا عشتها بلا فطور والله لنا فتح وشرف لنا دابا تلفنا كلشي راه هي اللي فيها الديفو كتبين راسها مغبونه وليدات انا بعدا مش تمنى غير انا بعدا جيت خرجت معكم بهذا اللايف اخوتي المشاهدين باش ما تقولوش انا مزيانش اش راه وقعنا دابا هذه القصه هو عندها دابا التعاليق السلبيه قالت لكم النفقه وتخلص ودير عندك كيما تقول نخلص نخلص 10000 درهم نخلصها في الشهر شتي نبقى نبيع الدم ديالي ونخلصوا على ولدي الحمد لله ما عرفتش عليك تعطيني داكشي اللي كيعطيه القانون غنخلصو انا ما انا دابا باقي لا لا نفقه ولا شي حاجه اخوتي ما تشي هي لا عندها واكله ولكن كان بغات تجلس وما تشيش مع والديها ما عندوش الحق ديك الساعه مشي عندو كنقول لهم كنت كتعرفوا الحق اللي كنت كتعرفوا الحق واش دابا الا دخل عليك واش تمشي معاه ماشي واش كاين شي واحد كيدي مارسو راح شو معايا معقول ها هي ديتي عندك ما تقدش بيا عندك ما داير لي حتى حاجه تعيط ترى ما نوليش ندخل عليك ولا تدخل عليا الدار تهضروا ما بغاش تمشي سالينا بربي ما يخرج حتى حدا المخزن السيده ما بغاش تمشي معاكم ولكن هي مي قالها له تجمع حوايجك لا تجمع حوايجك حنا ما عندنا ما نديروا لها ما باغاش هي داخله كتجمع وما باغاش داخل كتجمع وما باغاش تمشي داخل كتجمع حوايج وما باغاش تمشي ديري نفسك ما كتغادي كي تدير فيا ما بغاش نمشي داينه بالسيف عليهم الدينه دعيتهم الله دعيت الله دعيتهم الله وهذا النهار وهاد العواشر صنعتي راسي ثلاثه وصنعتيهم موعده ما عرفو ديك البنت الله يجعل ربي حرامهم الدنيا انا بعدا تنقول لهم دابا باخر كلام كنتو كتسمعني ابا عمر والويده ديالو شنو انت سمع با؟ سمع 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 دابا سكوت خسر بدا ما جا شي خو كاع اللايف اللي دار تو الحلف لعمك انا ما تبانيش كاع مع في الله راك شتي عمك تقول ما تبانيش شقانه ما تبانيش شقانه دابا سمعنا خلينا نقول لهم اخر كلام دابا دابا اخر كلام اخوتي المشاهدين كنت كتسمعني ابا عمر بان راني نعرض بنتك راه ما توليش تدخل عليا لدار انا اخر كلام رانا شو احنا شرفوا براكو عارفين بلا ما نقول لك ما عندوش الحق يدير راه ما نوليش نرد بنتك وخا تكون اللي كانت ما بغاتش شي ديك الولدي مع بيني وبينها ولا هذه ما ندوزوش هذاك راه ولدي ولدي هذاك وديك الساعه راه كيكون ديك الساعه المخزن راه قاعد اللي قالوا راه حنا نعطيوه وسالينا الكلام قسما بالله الا ما خدي محمد البارح جات عندي قالت لا 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 البنتي انا قلت لها شوفي بنتي انا حلفت على عرايساتي ما يبانوا في ديوتي هذه براسها عندنا راه ما تبانش قلت لي لا 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 شنو انا البارح حلفت وحنتوني بقات كترغبني وحنتوني والله البارح لعمك اللي حنتته في الله واش كاين تهضر ولا ما كاينش هي اللي بغات والله سبحان الله كان فيها خير قال لي بو ما تبينهاش قلت له بو خلي انا عيطت لواحد السيد من الرباط البارح حسين وحكى لي شي هضره زعما الصراحه وقلت هضروا على كلام وحتى خويا دريس من المانيا عيط لي وقال لي شوف من الاحسن تخش تبان كاع وقررت انا ما غتبانش وقررت انا صافي بنتي ما غتبانيش قلت شويه انا وليدي كذب عليك ما انا لازم اتعيب ولكن من حرام ابوها الله يحرمه من الجنه الله عمري ما قلت له راه راجل كبير شو كحرمت هذيك البنت الله يحرمك من الجنه انت تقول لك لا هذيك يا عمرها سلعه هذيك بوها لا عمرها سلعه هذوما الناس حاجه هذوما الناس العوصى اللي يديروا لبناتهم هكا هكا با نسولك انا مزوجه بدار جديني بحال هكا والله ما نقد وما نمشيش معاك خاطر نقول لك انا تنظر ما تمشيش معاك ما تمشيش معاك وخا تجي لعندي خوتي والله يرزيني بصحتي لا خارج انا وبا والله الا باغا ترجع وما وبا وما تقول زيدك زيد دابا من عيطت لها مريم في الدرو راه ما شحال هما مجالسين واقفين باش انا نجربهم والله لا راه غابت اكثر من 10 عيطت لها خرجوا ندموا خرجوا ندموا خرجوا ندموا بصراحه انت بنتي غير في الطريق ديالهم خارجين غادي نركبهم كيدابزوا لا ما الله عمر لا الدار ما بغاش ما هضرتش مسكينه ما هضرتش انا باختصار تنقول لك ما ترجعش عندي ياخذ الحق فيه باش دخلت عندها البيت اخوتي قلت لها شكون انا واش انا ولا ولدك لا تمشي معاهم ما قداش هضر ما تقول لها زيدي دخل معنا امها للبيت اش دخلك معايا للبيت دخل شكون قال لك تدخلي معايا للبيت دائما لاصقه معنا في البيت داخله في وسطنا سيري تمشي
نخسروا الهضره ونبقى نقولوا شي حاجه ما كاينه. شري دوري 100 عاش في الاول عاطيني كاع بنتكم وعلاش عرفتوني كاع بهاد بنتكم كاع نهار الاول راني حكمت عليك قلت لكم عندي قناه راه تبان معايا مرتي واش انت قتشرط عليا انت شنو كايا بنت ما بانتش معايا دابا عرفتي بنتك راه في اليوتيوب ولا يعطينا وجهكم انا خوتي هاد اليوتيوب كيما كيقولوا مره كتضرب بمره هاد المثل قالك مره كتضرب بمره عارفين هذاك المثل تمشي مره تجيب مره انا راجل باقي صغير الحمد لله تمشي مره نجيب مره اي باش يعرفوا واحد القضيه عندك ما تبقاش تقول ليك كذا ما كتبت عيط على العربي ياخذ الحق في التعاليق اللي كان سيديروا لها التعاليق هذه اللي السلبيه الله ياخذ الحق فيهم ودع واشر ما دعيتهم الله ودع واشر يفركوا هذيك البنت دعيتهم الله وهاد النهار قولوا كلمه طيبه بنت عايشه التعاليق الخايبه وكلنا عليكم الله في هاد العواشر امين امين كما جاء كنتم انتم سبب في هذا الموضوع كامل كنا عليكم الله عز وجل هو اللي غيتولى الامر ديالكم انا ديك البنت ما كنتش كاع باغيه تبان معايا في القناة ما غنخطيوش لكم ما غنقول لكم حتى شي حاجه حنا راه مضروري حسبي الله ونعم حسبي الله انا بعدا انا بعدا باختصار اي واحد كان سبب في هذا الشيء حسبي الله ونعم انا بعدا باختصار انا اعود ما قلت انا الاول ما كنسامحش والله ما نسامح لكم لا الدنيا ولا اخره والله ما نسامح لكم اي واحد اللي عنده بجيميل ديالو كومونتير ديالو الله ان شاء الله غنتحقق انا وياك واش انا خايب واش انا خايب مريم هي دابا ياك مشات واش تعرفني وكنت تخرج معايا نتحقق انا وياك والله ما نسمح لكم والله ما نسمح انا بعد انا راه شوف اليوم كما كيقولوا غدا الاخير الدنيا غدا الاخير عندها شحال مره دائما عايشه الدنيا باش يعرف واحد الميتر قدام شحال مره بان راه ديما راه ما تعرفش الموت من جاتك طن مشيت يا ولدي انت غادي في الطريق ما تعرف راسك كي درتي طحتي اطونسي عندك يا ولدي ما تعرفش هادشي هذا ما نسامح لك والله ما نسامح لك جبتو من المخزن انا قلت هذا ليش حق ما عندوش حق يديه والله العظيم الا الناس في القهوه قالوا نمشي نفكوها له دابا زيد تدعي على بالك ولا ما على بالكش قسم بالله ديوها راه كيتحقيه راه ما عندوش حق يخرج المراه بدون ما دابا خصك تعال المراه باقي هكذا خويا وما وليدي لا داوا بلا فطور طلعت عندها مازال ما فطرش 10 تاع تقول لهم بان جات هازمو داو له مارشي عاد خصك دير هذيك با شي عرف راسو عمرت حويجاتها ودات حويجاتها قدام خلات حويجها كامل دات واحد الشنطه فيها صافي الله يعجبك واجرا خليتهم هنا كاملين يا ما باغاش يمشي اخوت يا ما باغاش يمشي والدي اللي مزيدين بالسي با هذيك الساعه قال لي شو بنتي واش انت اللي بنتي ولا هما اللي بينوا قالت له لا با انا اللي بنت راسي عمرهم ما قالوا لي تبانوا حلف عليا سيدي وقلت له نبان واش دخلوا هكا قالتها له قسما بالله وهذا طامع نصوم مع وليداتي اللي صايم واش دخلوا هي مع راجلها ولا هي عايشه بخير البنت مازال راه مسكينه مع راني عسي نصعب وجهها ولا بغاها تونس تما تبقى معها البنت معها ودائما اصاحبي دايرين لها الفرطه الو وانسوني هذا الو 24 ساعه على 24 ساعه انتي محشموش اصاحبي واش انا انا لا انا اللي خليت شو باغي يديروا بغي يديروا تاهما شي قناه باش تطلع لهم بنتهم مع بنتهم ولات معروفه باغي تخدم عليهم يمكن الله يسهل عليهم الله يسهل عليهم قال لي عاد ما تقول دير قناه وتخرج تقول ترى لا ما عندهاش خرج نقول قلبها تقول كما نحن تخرج تقول نحطوا لها كما كيقولوا حتى منين نحطوا لك والله يسامحوا لك تخرج تقول شي حاجه عمار على بنتك ولا جي عمال عليا انا تحط تطيح لي سمعتي راه عارفه راسها هي هو براسك لا زعما يقول شي حاجه بان راه تنحقر عليها وانا ما حاقرش عليها ولا كنسمع فيها دوك بيتكو عاد تنضربها نصبكو عاد عمري قسمنا لي ديتها ما عمري حطيت عليها تيدي هوك 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 ما عمري قسمها وراه عارفه راسها اول حاجه ثقيله كتهزها هو راه عارفه اي حاجه تقول لي العربي نجيبها لك كما كتورك داك الشيء ما خصوش يتقال البارح هو نظف بيته انا سيقت بيتي عليا هو البارح صغب بيته انا بيتي سيقته عليا انا بيتي خدمنا ولكن شوف ربي كبير سمعتيني ولكن باش تجي نتايا راه نحطو انا مثلث كما كيقول انا عارف شنو نقول راه عارف داك الشيء اللي في قلبي راني عارف شنو نقولو ولكن حنا ماشي ولاد الحرام كون كنا ولاد الحرام في الاول نقول لك ها بنتك لكن انا لا ولكن خلي هذاك الشيء ماشي دابا نقول والله ياخذ الحق في بواها تنعطي راسي ثلاثه وتنعطيه هو وحده دعيتك الله وهاد النهار وهاد العواشر دعيتك الله عمري ما قلتها لك ولكن دعيتك الله هو اللي السبب انا حنا غدا المحكمة ان شاء الله غدا المحكمة صافي سالينا واللي طلبون حطوا لهم والله يعاون والله يعاون سالينا اللي في جهدهم ما يدير سبب الولد لا يخرج مش الولد شكون اللي تيخرجوا تيخرجوا على الوالدين تيخرجوا على بناتهم كاين شي والدين تيخرجوا على بناتهم كاين كاين شحال من واحد تيخرجوا على بناتهم وكاين اللي تيخرجوا على ولادهم حتى اللي ما لقيت ما غادي نقول صدمت صدم الله تصدم قسم بربي ما عرفت ما غادي نقول منين نبدا منين نحط
انت هضرت يقول لك انت با السبب انت اللي جبتيها لي با هو اللي دا لاخوتي هذا الولد ما عمرو شافها ولا جابته فهاد الوقت اخوتي انا اختاري بسبب الله داك الشاب هاد الوقت الولد اللي بغى الولد هي اللي تديها له انا شحال بغيت من وحده من البنت وكل الاولاد شو كان مشى الاصول هو اسمع الهضره هذا ماشي الاصول هذا ماشي بويت الاصول شحال وحده بغيتها وقلت لبو ديالي قال لي بو ما نديها لك علاش تعكسوا معايا والديا شحال من وحده تليفوني واحد وحده واحد وحده واحد وحده كنت حيت انت فرغي اخوا خاوي واحد وحده قات هذا طفى واحد وحده كتشوف ندير التشارجر واحد وحده كنت بغيت نديها وقال لي بالله لا تخلص عليا الدار خمس سنين دوز ثانويه ما تجاوبت بالله ما بغاوش صافي عكسوا لي قال لي با خليني نخسر لك انا قلت له با انا اللي اختارتيها لي قلبي تدعس عليا اللي شفتيها لي با من يديك سمنو عسل ابو شوف لي انت من يديك انا ما نختارش انا صافي طلع لي داك الشيء ما تختارش صافي بوا شاف لي شاف واحد العائله كيعرفوها ولي لازم ماشي حتى كبريت هما معانا في الدوار سوا كامل انا راه عندي واحد القرار اخوتي انا باش تعرفوا الطيب كيفاش داير انا ما يسحبوش زعما راه هذا باغ يشوف خوتي ورغبه ولا تجي امي راه واخا نضبه من القبر شتي بينو ضبه من القبر يجي با شكون على الشوبير شكون شتي بينو شكرا للاحباب ديالي شكون اللي شاف الشوبير شوت وكاتب لك شي حاجه ما تبكيش اش كتبقى تبكي انتيا ما تعصبني براسي عاوتاني مرتك الباهي جات قلت لها لا نبي معاك في القناه قلت لها ما عمر عريسه تبانو في القناه عمرها قالت لي لا لا نبان شنو فيها قلت لها والو ما تبني معايا لا انت لا هادي تهدي براسي انا نشوف وراها نبان ودريس من الطيب من القبور يقول لي ولدي ديك البنت رجعها للدار ابدا واش رجعها غتبقى انا خوتي انت ما كتشوفوش باش تكونوا عارفين اننا باش ماشي واحد يوم تجي تقولوا اصلك بلا تيكو مستورين فيها البنت ما دير لها مسكينه والو البنت عمرها ما لحقتنا بالعيب عمرنا ما لحقناها بالعيب حتى لا بغات خرجت قالت شي حاجه راه كذبت تكذب واليوم العواشر وحنا عندنا ما يتكذب عمرني ما حليت خويا قالوا الا خرجت هي قالت خليها تكون سمعوا لي بالله ما جاوبوش ونزيد واحد النقطه وان سببها اليوم كامل ما سببها لما الله اعلم ما بعدا جات ساكوتيه لكن با اللي قالها نوضي اختها اختها هما اللي نوضوها ولكن بوم باش ما عجبوش الحال قال له انا بغيت بنت سيدي اختها الشارع بغات تسجلها حتى هي خصهاش دير هكا تلعب لها في لكن باش نجيكم واحد النقطه بلا تايب خلينا نهضر على حمود على حياتها حتى هي وان ولدي من اليوم ان شاء الله اليوم داز كما تنقولوا العواشر هذه انا خارج نتقدى وتليفوني الطقس كامل والله العظيم الا لقاوها داها هي عندي مريم وداها هي يعني غادي نمشي انا وياها ومريم هي وياها ومريم ما شاد علينا غادي نمشي انا وياها زعما نتقداو هاد النهار انا بطم المرجان ونشوف داكشي اللي قلتينا عليه ونشوف حالاتنا تختاروا اللي خصكم باش ديروا الشهيوات داكشي غادي بجويج والله شي قدر الله عز وجل علينا نزيدكم واحد النقطه حتى تلفوا لي الهضره عرفتي من سوناري فاس الهضره انا تلفت هذا كيش دير التركي قلت له لا ضروري يمشي شنو سمعتي مين بقى خليتي ابل مطلوق خساره عرفتي تلفت ديك الساعه انا صافي وليت كهابط كنجري خليتي ابل ما عجبوش الحال جابوها قال له عندي بنتي بو طلع له الدم قال له شو كيفاش هدي بنتك قال له بغات ندي بنتك قال له بغات ندي بنتك ولا بواها ولا بواها اسمع 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 عندو الكودع ما خلينا نهضر ولا حد الكودع ولا بواها مي قال بغات ندي بنتي بغا لي بحال يندم وقال لك بغي ندي بنتي مي بغا قال له ندي بنتي قال له بواها عيد بنتك دابا جبتي قلت لها دي بنتي هي دي بنتك راه ما قال عليكش انا بنتك ديها بغيتي ديها دي بنتك صافي عندو حق وبواها بقى لي بغا يتراجع بحال اللي قالها وندم ندي بنتي بحال اللي قالها وطلع له الدم قال له لا قلت عندي بنتك يدي بنتك اخويا صافي دي بنتك وما دينو بلي قالت انا بالصراحه والله ما نمشي مع والدي الا كنت كنبغي راجلي الصح هادي كاينك وكانت كتبغي راجلها ما نمشيش خاطر على راسي وعيني ولكن راجلي ما داير لي حتى شي حاجه الانسان عمرو ضربها خوتي 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 راه جا با قناع سميتها خوتي انا ما عمرو خوتي ملي كتزوج كنقول با انت ولي الاسبقيه درج لها شكون والدها ولا راجلها راجلها اسمعني كيما مرضى عليك الزوج اكثر مرضى عليك الاب ديالك سمعوني اخوتي العزيز انا البح سيقت البيت ديالي البيت ديالي من نهار اللي تزوجت انا وياها ما عمرو تسيق سيقته انا البارح حيت علاش قلت حامله دابا ما لا قول شنو لقيتي في ذاك البيت واش انا قلت لها قلت ما نقولش هذاك الشيء خليه بو اسمعني اسمعني با اسمع سيقته انا راسي خملته راسي انا علاش انايا كون كنت كنبغي مع نخمل نقولها عطيك العاده حني نقولها تحركي والله كون ما كانش والدي يقول لي تخيل عيب با تيقول لي عاون يلاه عاون
وكان با خايب ومي خايبة يقولوا لك خلي الراس تخمل. البارح ملي جيتي تسد الشرجن قلتي لا سيري سدي يسرى. شنو قال لك؟ قال لك سير سدو انت. قال لي تحرك سد السر من نتايا. هذوك في الله يلا. وباش تجي نتايا دير لي مرتي زعما انت شكون؟ واخا انت بوها احنا كنقول لك بوها ماشي بوها. وباش تجي نتايا دير لي مرتي جات لعندي قسما بالله الى من نهار اللي جات لعندي ما هزت سداري. ونكمل بعدا باش ما ننساش ان غدا ان شاء الله. وشي على مريم وعليا انا والله ما ما جا ما خوتي انا راه ما سايرليش في هذا الشيء كامل ديال هذا الشيء ديال هادشي ديال التخربيق. ما تسالي معدا شنو غادي ندير انا. الناس اللي تعطيني توضيح كيفاش غادي ندير. الله يجزيكم بخير في لي كومونتير كتبوا لي شنو غدا غادي ندير. انا باغي غدا نمشي ندير شكايه. شنو كيفاش غندير الشكايه ومن غنبداها؟ شنو غادي ندير غدا؟ ماشي غدا راه خصك اليوم. اليوم ترفع الدعوه على بويا بان هز بدون الاذن الزوج ديالك. الناس كلها ما عاد جاو دقوا علينا عاد هو عامركم. لا فين غنديرها؟ ما عرفتش غادي نديرها. حتى البوليس انا البوليس اللي هز اللي هزها ليا ما حبيتش. ما فين مشات عليا الحجه ديالي انا؟ خاصك اليوم تمشي السلام عليكم السلام ولدك لعب شي ماك ويا السيد انا نسيبي جد عندي الشوط القهوه كلها. الشوط ما عندي حتى الشوط قهوه كامل قهوه مضروبه هو تي شوفوا الدايا ها انتم اخو ورا مشيت دخلت على القهوه ها انتم اخوتي جد داير لي مارتي. انا غادي نقول تخسر واحد ثلاثه الناس ولا اربعه صافي وما كيشوف فيا تاخذ ديكارت ديالهم. السلام عليكم السلام انا السيد ها هو الجاري هز لي مارتي. هذاك هو الدليل القاطع ديالك اللي غادي تاخذ به باش خلي الغدا راه ممكن. لا اليوم ندير هذا الشيء كامل اليوم. أما لو بوي سب وحدنا تاع عندهم سبقك. نطلع نجد المية تاع عندهم دابا خصك تاع عندهم. يلا بوي نطلع يلا نطلع دابا خوتي. عطيني عطيني اريا اللي عندكم شي اريا خوتي تقول لك لا ما ديرش هذا الشيء. لا لا ضروري لا يسب هو لا صافي ما خصش ما بنتي مشات صحيحة الحمد لله. ما غادي صحيحه قدام الناس غاديه شواطه جراهم جرات وانت غادي انا ويا في الكوزينه كنوجدوا بالسحابنا غايجي وراه حنا تا نوجدوا الناس غادي قادر يدير اي حاجه قسما بالله تحط لي انا وقادر علاش قلت لها بنيتي وجدت قالك الثقه ولات في الوثيقه من الاخر. لا 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 تنوجدوا انا ويا الفطور سحابنا غاجا ولا عندنا يشوفونا في هاد الحوايجك. انت سمعت تقول طيب اجي لا اجي بغيتك السي طيب لا بلا ما تخرج اجي هنا بغيتك نهضر معاك. والله الا خرج نمشي نتقدم. لا ملي كان خارج قال له قال لي ما عرفت لما عيط للعربي قال له اجي السي طيب انا جيت ندي بنتي. هاك قال له جيت ندي بنتي. قال له علاش هديها؟ قال له نديها تبدل اجواب. نديها تبدل لا عندك حق تديها. نديها هذا حق السيبه كان تقول له في اللايف هذه راه غير. قرا لي شويه قرا لي الكومنتات شنو كيقولوا الناس. لا ما عندك ما دير بالكومنتات. اللي بغى يقول خليه من الله. وهاد العواشر اللي قال شي كلمه السوء وما عارفين حنا شي سمعيني حنا ما كيهمناش قايلوا الهضره. وانت عارف راسك شنو كتسوي وانا عارف راسي شنو كنسوي. ما كيهمنيش هذاك الناس اللي كيهضروا يقول لك انا كنضربها انا كنعايره ما كيهمنيش. عمرها ما ضربت الحاجه اللي انا راجلها وما عمري قصه حرك خصك تهضر معاها ولا تجيب ليها تجيب ليها هي تقول كلمه الحق كيما تجيب ليها تجيب ليها. حنا حيت حنا نقول لكم واحد المس باش ديروا في راسكم. حنا راه عندنا اختنا احنا بغينا اختنا تمشي عند عائله زوينه ويتهلاو فيها كما كنديروا حنا لهاد العيوص. راه انا بغيت يتدي له يديروا له بحال اللي كيديروا لعائلتي ديالها. هاد البنت كما دات لها جبت نجيب الله اللي يدير لي لبنيتي كما كنت دايره وعزاها ما تنبغيش عليها حتى شي حاجه اللي تقيسها. وراه عارفه راسها هي راه عارفه راسها يسرى راه عارفه راسها شنو وعارفه انا خايبين مات هي راه مخرجينه وربي اللي عالم بها. قلت لها مشي سيري عارفه راسك ما توليش عندي. ايوا خليه باش عارفوا حل. شنو تقول لك الشكايه؟ ذنوبها ذنوبها على الله ذنوبها على بيا ذنوبها على بها فاطمه. دعيتها دعيت الله دعيت عليا فاطمه. خوتي المشاهدين شكرا لكم اخوتي على الوقت ديالكم باننا جيت نوضح لكم اخوتي الاعزاز بان هو باه واختها اختها اختها كوثر. خلينا نذكر خلينا نعطي واحد اختها كوثر اللي كنت داير فيك واحد النظره زوينه. واحد اختها هي عطلقات مسكينه ما بغيتلاش انايا. انا اختي كوثر ما عمري نويت فيك هذاك لوستي اللي جيتي دابا درتي معانا كتقولي لها وراه هو اللي وساعة يختك راسها بزداتك هذا هو اللي كاين. يقولوا لا غير قولي 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 هي هما اللي بينوك ساعة خدمت بزداتك بنت الراس ساعة خدمت بنت الراس. انا ما عمري نويت فيك كنتي عندي عزيزه واحد المعزه. راه عارفه اختك راه عارفه اختك يسرى راه كنت دائما تنشكرها عليك تقول هذاك كوثر القلب الكبير وقلب حنين والله يشافي لك. انا شوف انا ما تسمع ما عمرك تسمع مني. الله يشافي لك بنيتك فاطمه الزهراء اللي خلي لك مريم وهذا اخر كلام. وعمر اختك يسرى ترجع لداري كما كيقول بحد المثل مرات تضرب مره وراني غدا نمشي نجيبها. ولكن انا صافي خويا راسي بقى عزري. كنا تنديرو حنا شي حاجه انا بقى عزري طيت الراس اربعه عندي ما ندير بالمرا فهمتي ساليت. انا شي المراه عيالات
نكتونا فرحتنا يخمد العيالات اللي يرزيني لا يخ انا غادي نقول لكم عزري شي عزري مقى بوحدي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حنا يسرى خوتي واش يسرى تجات عندنا القانون حنا كنا قادرين نقتلكم السلام عليكم شوف